نفترض معاكي انك انت النجمه متالقه، وفي لحظه من اللحظات مريتي بمرض بمحنه، مين هيفضل مين هيبعد؟ انا عديت بمحن اكيد. الحقيقي بيفضل، الصاحب الحقيقي اللي بيبقى صاحب بجد بيبقى موجود. وفاء عامر دي اسمها على مسمى، وفاء وعامر. يعني في كتير اصحاب ليكي ممكن يكونوا جنبك في المرض؟ ما الحمد لله، يعني بمرض الامراض العاديه، يعني ما عنديش لكن طبعا طبعا. انا مش حابه لو منى المهندس دلوقتي قدامك تقولي لها ايه؟ والله وحشتيني. كانت ايه بالنسبه لك؟ كنت اصحاب جدا لدرجه ان دلوقتي لما بعمل حتى صور بيقولوا لي ان انا شبهها، الله يرحمها. صحاب قوي، كانت مسميني صاحبه فاتح للشهيه، صديقه فاتحه للشهيه، للضحك والهزار والاكل واشتغلنا كمان مع بعض، تعرفنا اصلا في مسلسل وكم قعدنا اصحاب بقى سنين كتير. بس يمكن قبل وفاتها بسنه كان في خلافات ما بيننا، وقبل وفاتها طلبت انها تشوفني. قالت لك ايه؟ كنت في بيروت بصور برنامج، وبعدين كلمني صديق بيني وبينها مشترك امير شاهين، وقال لي هي تعبانه جدا. قلت له لا لا مش هاجي اشوفها. فقال لي ازاي؟ قلت له لا. بعديها كلمني عمر المهندس اخوها، وكنت ساعتها لسه مرتبطه باحمد، وكنا بنعمل برنامج في بيروت. فقال لي يعني هو استوعب الحاجات الطبيه اللي هم بيقولوها، انا الزعل مش مخليني استوعب يعني. فقال لي لا احنا هننزل من المطار نروح لها يعني. وقد كان نزلنا من المطار، وصلنا مطار القاهره عليها، قعدت معاها 4 5 ايام يعني كده، وكانت رمضان والعيد وتوفت الله يرحمها. ندمت انك انت ضيعت وقت زعلانه منها؟ اكيد اكيد، زعل على الفاضي وكلام على الفاضي وحاجات. كانت علاقتنا اقوى من ان احنا كنا نزعل او نتقمص من بعض، لان انا كمان زعلي وحش. انا زي ما كنت بقول لك برضه في اول الحلقه، انا زعلي وحش بالذات لما بيبقى ليا حق، مش بستوعب. ايه اللي اتعلمتيه من تجربه ميرنا المهندس؟ من حياه يعني عادي عادي، يعني نجمه نجمه وقمر وشابه وغنيه وجالها كانسر وماتت. ما كانش عندها كانسر، كان عندها مرض نادر، ما عندهاش كانسر، عندها مرض اقوى من الكانسر. كل اللي بتكتب في الصحافه ده غلط، ده مرض تاني خالص خالص اقوى من الكانسر. لكن التجربه دي ممكن تخليكي في اللحظه، انا بروح لغايه دلوقتي وبزورها. بتروحي لها المقابر؟ طبعا، وبروح يعني بحس كمان ان احنا الدنيا دي. بتقولي لها ايه؟ يا ميرو مش عايزه بقى اقول لك بجد، والله مش عايزه الحلقه تبقى دراما بجد. يعني خلينا كنا بنضحك يعني. طيب عايزه تغمضي عينيك دلوقتي تخيلي ان انا عامل لك مفاجاه. ايوه، عامل لي مفاجاه ولا عملت لي مفاجأة؟ عامل لك مفاجأة. اهدي خالص، خدي نفس عميق. مش قادرة، بص انا اتوترت ازاي، واقسم بالله تعرف اصلا إيه؟ معدتي كرامب عاملة دلوقتي ازاي، وحياة ربنا. انت عارف اني بحبك، يعني انت عارف انا هو بحبك. اوعي تفتحي عينيكي من فضلك. اهدي خالص لو سمحت، اهدي خالص دلوقتي دكتور، وحياة ربنا يا دكتور عمرو. اهدي من فضلك لو سمحتي دلوقتي. احمد سعد داخل الاستوديو حالا عشان يقول لك انه نادم على كل اللي فات وبيتمنى انكم ترجعوا لبعض تاني. هتقولي له ايه بصراحه وامانه بصدق؟ اتخيل يعني قصدك؟ اتخيل؟ لا ده هيحصل. يا دكتور قطع عيني. طيب ممكن ارجعي واسترخي. مش قادره استرخي دلوقتي، كهربت. والنبي يا دكتور بجد. انت فرحتي قوي كده ليه؟ لا انا بفرح عشان ده، بس لقيتك في شكل تاني جديد خالص.
الموضوع خلصان. يلا جاوبي. والله العظيم الموضوع خلصان وحياة ربنا. ولو شفتوا، أنا بقولك إحنا اتقابلنا صدفة واتكلمنا وحصل بينا مكالمات ويعني مسجز واتساب، وما في بيني وبينه إلا كل الحب والاحترام. وأنا برضو بواجه له من خلال حضرتك بقول له مبروك، ألف مبروك، ومبروك على أغنيته الجديدة وحياة ربنا. بس ما فيش أكتر من كده.